اسمي عبد الرحيم أبارة من دار بيضاء، أدرس الآن البناء. أؤمن بقدرات، شفت أنا فيكتوس وجيت لهم لا حتى حلمي ولا حتى أشوف مارادونا أمامي يدربني. إذا كنت الفائز في ذا فيكتوريوس سأشتري منزل قرب هذا الملعب لكي أتدرب يوميا. في متسابقين ما يعرفون الاستسلام حتى لو اضطروا يغشوا ويغيروا قميصهم مرة مرتين ثلاث مرات. أول مرة ما نجح، ثاني مرة برضو ما نجح، أما ثالث مرة انتبهت اللجنة وسلقادو حب إنه يقرص وذنه شوي بدرس بالأخلاق الرياضية. صراحة إن هذا عمل غير قانوني، ولكن أحب كرة القدم. شو راه أحمد؟ سوري، أنا حلمي هو إني أوصل للشهرة كما وصلوا اللاعبين الكبار، بس مورا والخدم. سواء رفضتوني سأعمل بيتي، أنا السنة القادمة راح أجي على فيكتوريوس.